بعدها سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وعليكم السلام ورحمة وأسعد الله الله قلبكم وبركاته. بكل خير وسرور. إذا نشرع وإياكم أيها الأحبة الأفاضل، السادة الأساتذة العلماء، في مواصلة مسيرتنا دائما في الموضوع الذي فتحناه والذي وهي اللغوية الآليات. دوار دوار بها. إذن سنتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن إشكالية المنهج في لسانيات التراث بين مسوغات القراءة ومأزق الإقصاء. إذن إن الحاجة إلى التراث لا تكمن في اختزاله إلى حلبة للصراع تستباح فيها مختلف وسائل العنف وفنون المجابهة من أجل السعي القوي إلى تملكه وبسط النفوذ عليه. إذن في هذه الفقرة نتبين أن التراث هو ملك للجميع، أن التراث هو ملك للجميع لأنه مجموعة من المنتجات وتبنها مجموعة من المتقدمين الذين انفردوا بعبقرية في التفكير وعبقرية في التأليف، فأنتوا وأضفوا لنا مؤلفات ذات قيمة، فهي بالنسبة إلينا تراث ومصدر. فحاجة
من جوع. إذن فالتراث مهما بلغ الصراع، مهما بلغ الصراع بين من يتنازعون على شرعية ملكيته احتوائه، يبقى هو أرضية لتفكيرنا وحصيلة لاحقة لما مضى من كينونتنا، لا تقبل حلقاتها المتآخذة أن تكون عرضة للاجتثاث ولا لأي شكل من أشكال البتر والاستعباد. إذن هذا التراث هو في الأصل أرضية لتفكيرنا. أي هو أرضية لتفكيرنا؟ أي من خلاله يمكننا إذن أيها الأفاضل، التراث الآن يعني يستدعي منا أن نقرأه من جديد وأن نفهمه، لا أن نحدث قطيعة معه. أن نقرأه من جديد وأن نفهمه لا أن نحدث قطيعة معه، لأننا إذا أحدثنا قطيعة معه وجعلناه عرضة للاجتثاث وعرضة للتأويلات الخاطئة، فهذا عقوق بالنسبة لهذا الشيء الثمين والكنز بالنسبة إلينا، وهو التراث، هو التراث. ولهذا فإن المطلوب منا نحن في عصرنا الآن هو أن نقرأه جيدا وأن نفهمه ونحاول أن نقتني منه ما يعيننا ويساعدنا. وحاجتنا أيضا إلى اللسانيات، ينبغي أن لا تبقي فينا هاجس الشك والريبة. حاجتنا أيضا إلى اللسانيات، ينبغي أن لا تبقي فينا يعني هاجس الشك والريبة. لماذا؟ لأن كثير من الطلبة من يرى في أن أو يرى أن هذا العلم الغربي المحدث إنما هو علم أريد به زحزحة كثير من الأمور. نحن لا نعلم الخفايا والنوايا المبطنة من وراء هذه المناهج، لكن ما دام الآخر أي الإنسان الغربي يقرأنا ويفهمنا ويريد أن يعرف تفكيرنا، فلماذا نبقى نحن مكتوفي الأيدي؟
لماذا نبقى نحن مكتوفي الأيدي ما دام هذا العلم موجود؟ ولا شك أنه قد استفاد استفادة جمة من التراث. كثير من علماء الغرب إلا وكان لهم اطلاع على الحضارات السابقة القديمة، ومن أبرزها الحضارة العربية، ومن أبرزها الحضارة العربية. إذن نحن أيضا ينبغي أن نقرأ هذه المناهج اللسانية أو ما يسمى بمناهج علم اللغة الحديث ومقولاتها ومعطياتها ومعارفها، وذلك لنعلم أو لنعرف موقعنا من واقع الثقافة والعلم والمعرفة في العالم، لما رأينا نحن، وكذلك من أجل جعل هذا التراث ركيزة ومنصة ومصدرا أساسا. وينبغي أن لا نجعله في قيل وقال، ينبغي أن لا نجعله في ماض ناقص فعل كان، لا، بل يجب أن نجعل هذا التراث في فعل يكون وكائن. ولهذا فإن الصراع القائم بين التراث واللسانيات يرجع بالأساس إلى أسباب سطحية. كيف ذلك؟ يقرأ باحث يبحث في التراث، وباحث يبحث في اللسانيات أو في علم اللغة الحديث، فإن ذلك الصراع الذي يكون بينهم هو في أصله صراع سطحي. الأول يتمسك بالتراث ولا ينبذ وينفي ما يسمى باللسانيات، وكذلك العكس يحصل عند هذا الذي يبحث في علم اللغة الحديث، فلا هو يقرأ ما وجد في التراث، ولا هو يعترف به، ولا هو فهم ما هي هذه اللسانيات. فترى الأول طرحوا سؤال الفتنة المعرفية بين الدول القديمة اللغوية ونظريتها الحداثية اللسانية. كثير من الباحثين الآن في بحوثهم، في مقالاتهم، في كتبهم، حينما يطرحون فكرة علاقة التراث باللسانيات أو علاقة هذا الشيء القديم بهذا الشيء الجديد، يطرحون سؤالا، يعني سؤال الفتنة، أنا أسميه سؤال الفتنة المعرفية، يريدون
الصوت يا شيخ، بارك الله فيك. إذن هذه القراءة التي يدعيها بعض الباحثين في قراءتهم للتراث وقراءتهم للسانيات، لكن لديهم نيات مبطنة ونيات خفية، وهي خلق فتنة معرفية بين ما يسمى بالتراث وبين ما يسمى باللسانيات. يعني هذه الأمور مع الأسف لا تمت بصلة إلى البحث العلمي، لا تمت بصلة إلى البحث العلمي. وأثناء تفسيرهم وتعليلاتهم أن هناك نية خفية مبطنة يريدوا أن يجعلوا منها يعني حاجزا وحائطا وسدا يفصل بين ما يسمى بالنحو وما يسمى بعلم اللغة أو اللسانيات، مع أن كل من النحو ما يسمى بالأساس بحث واحد، لأن كل منهما شاك في البحث عن اللغة وأشكال الدلالة. على سبيل المثال منزلة النحو العربي عندنا، يحتل التراث النحوي العربي مكانة متميزة في الثقافة العربية لحجمه الهائل وكثرة العلماء الذين أقبلوا على دراسته والتأليف فيه، وخاصة لحضوره الدائم في ذاكرتنا الجماعية وتوجيهه لكثير من اختياراتنا. يعني هو يعد في ميدان الثقافة العربية نشاطا عقليا له ما يميزه في مجاله التداولي. يعني كل المسائل النحوية هي في أصلها أنشطة عقلية، هي في أصلها أنشطة عقلية. على سبيل المثال مثلا ما يسمى بأصول النحو، ما يسمى بأصول النحو، أعطيكم بيتا يقول الشاعر: إذا رضيت علي بنو قشير فلعمري أعجبني رضاه. إذا رضيت علي، الشاهد هنا إذا رضيت علي. هذا الشاعر الذي أنشد بيتا هو من شعراء الفصاحة، هو من الشعراء الذين كانوا في عصر الفصاحة يستشهد ببيته، ومن خلال بيته يمكن أن نقعد للغة، يعني نضع قواعد للغة. وقف النحو واختلفوا فقالوا: المعلوم أن الفعل رضي يتعدى بعن، نقول رضي الله عنه ولا نقول فقالوا قياس الضد. ولذلك ترون يعني
أنشطة النحات في هذا الجانب ترى أن هذا النبي هو بالنسبة إلينا حصيلة متراكمة ينبغي أن نستثمرها. وأنا أقولها دائما، يعني ينبغي أن نفهم هذا التراث ونعيد قراءته ونستثمره من جديد. على سبيل المثال، قاسوا لا رجل على خمسة عشر، فقالوا الأصل في 15 هي 15، 15، فقالوا أصلها هي 15، فقالوا حذفت الواو، ولما حذفت الواو حذفت التاء من 10 فبنيت على فتح الجزئين فنقول 15. فقالوا مثلها مثل لا من رجل، فقالوا مثلها مثل لا من رجل، لأن 15 قاسوها على لا رجل، فقالوا لا رجل هي كذلك أصلها لا من رجل، فقالوا حذفت حرف من، يعني هذا حرف الجر، فبنيت كلمة رجل على رجل على الفتح، فقالوا لا رجل. إذن قاسوا لا رجل على 15، يعني قياس أصل على فرع لعلة وموجودة بينهما وإعطاء الحكم لهما، فبني معا على فتح الجزئين. إذن هذا هو النحو، ينبغي أن نفهم مثل هذه المسائل وينبغي قراءتها، وينبغي أن نوظفها فيما يناسبها من خلال هذه الحديثة. قد يسأل سائل ويقول يا شيخ، نحن إذا قرأنا اللسان أو إذا قرأنا النحو وفهمناه ووعيناه وقرأنا يعني هذه اللسانيات، فكيف نوظف هذا النحو في اللسانيات؟ إذن هذا هو السؤال المهم، هذا هو السؤال الذي جعل العلماء يقيمون هذه المقارنة وهذه المحاورة بين النحو على سبيل المثال وبين أمور اللسانيات كذلك. فمع الأسف جر بعض الباحثين وبعض الأساتذة وبعض القراء، يعني غفر الله لهم، إلى واد وجعلوا ما يسمى بالفتنة بين النحو وبين اللسان، يعني جعلوا النحو عدوا للسانيات وجعلوا اللسانيات كذلك عدوا للنحو، وهذا لا يستقيم والمنهج العلمي. نحن طلبة بحث ونحن بصفتنا أكاديميين ننتمي إلى مجال ما يسمى بالمنهج المعرفي، ينبغي أن نجد تكاملا بينهما، لا أن نخلق فتنة وحربا بينهما مع الأسف. ولهذا فإن النحو يعني هو نشاط عقلي له منهج خاص في استقراء النصوص وفي استنباط الأحكام والقواعد، وله أدلة نصية باختلاف مستوياتها، كما قلنا الأدلة التي يعتمد عليها النحو هي ثلاثة، لدينا القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر العربي وكلام العربي. إذن هذه العملية، يعني هذا النشاط العقلي النحوي، هو في أصله ممارسة علمية لشكل من أشكال المعرفة الإنسانية، وفي أصله ممارسة علمية ومعرفية لشكل من الأشكال المعرفية الإنسانية. كيف؟ لأن أصل النحاة إننا أوجدوا هذه القواعد ليفهموا كتاب الله عز وجل، وليضعوا مجموعة من القواعد التي تسهل على الإنسان العربي المسلم أن يفهم دينه وأن يفهم حياته الاجتماعية. فترون هذه القواعد المتعلقة بالنحو، ومن خلالها هذه القواعد المتعلقة بالأصول، كلها هي عبارة عن تاريخ يعتمد عليها الإنسان العربي المسلم الذي يفتخر ويعز بدينه وبلغته إلى فهم كتاب الله عز وجل. ولهذا هذه أمور كلها نسميها قيمات لخدمة لسان حضارة القرآن.
لماذا لنتصب دائما بالنص لنا هو الكريم. العلاقة بين النحو واللسانية هما ليسا ضدين بالمعنى المبدئي للتضاد، لكن الأمر الحقيقي هما يعني في نفس الوقت جملة من النواميس الخفية المحركة للظاهرة اللغوية. ما المقصود بذلك؟ أن كل من النحو واللسانيات هما في الأصل محركان لفهم وميسران ومعينان ومفتاح الحركة في لغتنا من ناحية تنقيتها علتها وقرائنها. العلاقة المتنية عملية استخراج النظام الداخلي في تلك اللغة، ما نقول عملية استخراج النظام الداخلي في تلك اللغة، يعني معرفة الأمور التي تحرك اللغة. ما الذي مشكلة تعين هذه القواعد على فهم النصوص القرآنية؟ إذا النصوص هو وأنا أدعوكم إلى قراءتها الإمام أبو الحسن وكتابه إلى النحو، وهو كتاب رائع. إذا قرأتم هذا الكتاب فستفهم النظام الداخلي العقل النحوي، يعني لما جعلوا الكلام مرة ثلاث ولم يجعله خمسة أو ستة، لماذا ورد في أغلب أحايينه مرفوعا يرد منصوب، ما يعني سبحان الله هذه القوانين يفتح الشيء في البحث في. وهذا الكتاب أعيد عنوانه علل النحو لأبو الحسن الورق، يعني انظروا هنا لا تعارض بين النحو واللسانية، لماذا؟ لأن كل من النحو واللسانية يسهمان في تطوير وقضايا وتحديث اللغة، حيث إن اللسانيات تعد الأرضية المنهجية و في صناعة هذه القواعد التي هذه تتسم بلد البساطة الدقة والوضوح. إذن إذا فكر عليها فإن اللسانيات معا سيحيل شك إيجاد علاقة بينهما للبحث في يجمع وهو اللغة. أحوال العربية للسانيات تتجدد، وما أحوال اللسانيات الواقع اللغة وتعانق يلعب معا دور العربي بعيد عن هذا اللغط في قضايا مفتعلة، مثل ما حدثتم في المواجهة التي تقع بين القديم والجديد، أنه يخلقها بعض أشباه البعيد فيما يسمى بالنحو والميز. ولهذا يجب أن ننطلق يطور روض للأنظمة الدولية الواقع الاستعمال. ولهذا أيها الأخوة أدعو منها وأرجوك احفظوها وعلموها. يجب أن على سبيل المثال نقي قراءة جيدة فهذا يعيه، وأن
نستبصر رسالته. ما هي في هذا جعلوها على كاهلنا وعلى أكتافنا حتى نحمل أحسن. يجب أن نندمج بالمجل. يجب أن نقرأ أن نبدأ ببناء تشييده نبدأ في حتى يجد في الأخير رون له وهو أن ندم هذه المشكلات ونستعمل فنخدم التعليمية بجانب اللغوي. كثير من المتعلمين في تعلمها. إذن من قراءة التراث بعض الاقتراحات المنهجية بعض الاقتراحات المنهجية وثانيا تطور لا وثانيا نظرية. نعم بارك الله فيك. إذن سنحاول الآن أن ننقل إليكم تجربة لعالم لساني حديث عربي مسلم وهو الدكتور أحمد المتوكل المغربي. الدكتور أحمد المتوكل هذا الفاضل العالي أراد أن ينشئ لنا نموذجا تفاعليا بين التراث وبين اللسانيات، فقرأ ما يسمى بالنحو الوظيفي، وهذا النحو هو من الأنحاء اللسانية التي أوجدتها ما يسمى بالمدرسة الوظيفية في اللسانيات. والمدرسة الوظيفية هي من مدارس مدرسة من المدارس اللسانية. المدارس اللسانية عندنا المدرسة البنائية والمدرسة الوصفية والمدرسة الوظيفية والمدرسة التوليدية التحويلية والمدرسة التوزيعية والمدرسة التداولية. لبين هذه المدارس عندنا المدرسة الوظيفية. هذه المدرسة تخصص فيها هذا العالم، قرأ قواعدها، قرأ قوانينها، قرأ نشأتها، قرأ منهجها، قرأ مبادئها وفهمها ووعيها، وأراد أن يجعل هناك حوارا بينها وبين ما وجد عندنا في التراث اللغوي القديم. فأفلح الرجل وأنشأ لنا ما يسمى بنظرية النحو الوظيفي في العالم العربي. فكان أول كتاب أنجزه وهو نظرية المعنى من خلال ما تقترحه النظرية الوظيفية ومن خلال ما أوجده علماؤنا قديما تحديدا في تراث عبد القاهر الجرجاني، فقرأه قراءة جديدة وقراءة منهجية تستحق لأن تكون لنا قراءة. وبعد ذلك تولت بحوثه وأصبح هذا الرجل رائدا من رواد اللسانيات في العالم ككل وفي العالم العربي بشكل خاص، فأوجد ما يسمى بنظرية النحو الوظيفي في العالم العربي. هذا الرجل يبين لنا كيف يمكننا أن نقرأ التراث إذا نحن أردنا أن نقرأه قراءة جيدة وقراءة علمية وقراءة منهجية انطلاقا مما يسمى بلسانيات التراث. إذن فقال هذا ينبغي أن نقرأه من خلال هذه المحطات الثلاث. أولا توحد المفهوم في تعدد العلوم، ثانيا تطور لا قطيعة، ثالثا نظرية مثلى للتواصل، نظرية مثلى للتواصل. إذن اقرأ لنا يا شيخ حتى الرقم واحد. نعم نعم. يرى أحمد المتوكل بأن المفاهيم المتعددة في علوم اللغة العربية
من نحو وصرف وبلاغات وفقه اللغة وأصول الفقه والتفسير تنزع إلى التوحد وإن تعددت هذه العلوم إذ الهدف ليس التعريف بها بل لاستكشاف أسق الذي يوطرها جميع يؤطرها جميعها ويؤلف بينها مهما مهما اختلفت موضوعا ومنهجا بوصف قواعدها التي تخصها وأدواتهما ومفاهيمها وكونات لمقاربة واحدة للخطاب تستند مفاهيمها ومنهجها من جهاز نظري واحد. عنيت كتب فقه اللغة على الخصوص برصده وتبيانه. نعم بارك الله. نعم شكرا شيخ. حفظك الله. إذن أحمد المتوكل من خلال الخطوة الأولى التي يقترحها والتي ينصحنا إياها بأن نفعلها ونوظفها إذا أردنا نحن أن نقرأ التراث قراءة صحيحة فيقول إن المفاهيم المعتمدة في علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وفقه اللغة وأصول الفقه والتفسير تنزع إلى التوحد وإن تعددت هذه العلوم. ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أن كل ما هو موجود من أمور في البلاغة ومن أمور في فقه اللغة وأصول الفقه والتفسير نحن في أول الأمر يبدو لنا أن هذه المجالات هي مجالات لا يربطها رابط، فلا يوجد هناك رابط يربط بين التفسير والبلاغة وبين أصول الفقه وفقه اللغة أو بين فقه اللغة والصرف أو بين الصرف والأصول على سبيل المثال. لكن في أصل هذه العلوم من نحو وصرف وفقه وتفسير هي في أصلها تنتمي إلى علم واحد، بل تنتمي إلى نسق واحد، يعني تنتمي إلى مجال واحد. ما هو؟ يعني هي كلها تبحث في اللغة، كلها تبحث في اللغة مهما اختلفت موضوعا ومنهجا، لكنها المادة التي تجمعها هي مادة هي اللغة. إذن ينبغي أن ننطلق وأن نجعل هذا الأمر في أذهاننا. لماذا؟ لأن النحو والصرف هو في أصله بحث في بنية اللغة، البلاغة هي في أصلها بحث في جمالية اللغة، فقه اللغة هو أصل بحث في أصل اللغة، أصول الفقه هو بحث في اللغة وفهمها فهما جيدا، التفسير هو أصله بحث في معاني اللغة. إذن هذه العلوم كلها هي بحث في اللغة، لهذا هي مهما اختلفت موضوعا ومنهجا لكنها تتوحد في مفهوم البحث وفي مادة البحث، والمادة التي تجمعها هي اللغة. أما المقترح الثاني فتطور لا قطيعة. نعم أكمل يا شيخ. أما المقترح الثاني فيقصد به رفع مفهوم القطيعة المعرفية عن علاقة اللسانية الحديثة بالفكر اللغوي القديم واعتبار المنحى الوظيفي العربي الحديث امتدادا طبيعيا للدراسات البلاغية والأصولية والنحوية العربية القديمة. وقد بين أحمد المتوكل أن فكرة القطيعة لم تلبث أن فندتها دراسات لسانية مثل أعمال اللسان الأمريكي تشومسكي في سنة 1966 وكورودا في سنة 1972 وسيميائية غريمس
وسيميائي. نعم وسيميائية جريماس. نعم سيميائية غريماس ألف في سنة 1966، فحصلت تبين أن لسانية الحديثة ليست إلا حقبة من حقب تطور فكر لغوي واحد، بدأ حين بدأ الإنسان يفكر في اللغة وسيمتد امتداد التفكير باللغة. نعم بارك الله فيك. إذن بارك الله فيك شيخنا. فيما يخص المقترح الثاني وهو تطور، تطور لا قطيعة. المقصود به كما حدثتكم قبل قليل، المقصود به يجب أن لا نحدث قطيعة بين التراث، يعني بين المعطيات والمعلومات والمفاهيم والقضايا والمسائل والموضوعات التي وجدت قديما، وبين المقولات والمعطيات والمفاهيم والقضايا والمسائل التي تطرحها وطرحتها اللسانيات حديثا. إذ الأصل أن المسائل والموضوعات والقضايا التي طرحتها وتطرحها اللسانيات هي في أصلها امتداد لتلك المسائل والموضوعات التي طرحها التراث اللغوي قديما. يعني يجب أن نعقد حلقة وصل بين ما يسمى بالتراث واللسانيات، ولا نحدث ما يسمى بالقطيع. لماذا؟ لأن أحمد المتوكل بيّن أن كثير من الأعمال التي وجدت في الدراسة الغربية مثل أعمال أمريكي نوام تشومسكي أو غريماس في سيميائيته المنهج السيميولوجي أو ما تسمى باللسانيات السيميائية، هذه الأخيرة استفادت من التراث القديم. إذن الأصل في أن هذه اللسانيات الحديثة هي ما هي إلا حقبة من حقب تطور فكر لغوي واحد، بدأ حين بدأ الإنسان يفكر في اللغة وسيمتد امتداد التفكير باللغة إذن تطور لا قطيع المقصود به هو أن نجعل حلقة وصل بين التراث اللغوي القديم وبين المناهج اللسانية الحديثة. إذن نعيد فنقول: المقترح الأول توحد المفهوم في تعدد العلوم، المقصود به أن العلوم هي علوم واحدة مهما تعددت وتنوعت، مثل النحو والصرف والبلاغة وفقه اللغة وأصول الفقه. قد يبدو لنا أنها مختلفة، لكنها تتوحد في أن مادتها وبحثها يشترك جميعا في البحث عن اللغة. أما المقصود بالتطور لا قطيعة هي أن لا نحدث قطيعة مع التراث فنجعله مبتورا ونستبعده ونجعله جانبا ونهتم فقط باللسانيات. لا، يجب أن نحدث تواصلا بينهما، ولأن اللسانيات ما هي إلا أداة استفادت من هذا التراث اللغوي القديم، والتواصل والتطور ما هو إلا شيء سيمتد امتداد التفكير باللغة. أما الأمر الثالث وهو الذي يهمنا، نظرية مثلى للتواصل، نظرية مثلى للتواصل. إذن أما المقترح الثالث الذي نعم يؤكد، أكمل يا شيخ. أما المقترح الثالث هنا، عفوا ليس الثاني، الثالث نعم. أما المقترح الثالث الذي يؤكد على أطروحة، عفوا يا شيخ هنا، أما عن المقترح الثالث يعني الأخير، ابدأ من هنا. أما عن المقترح الأخير، نعم. أما عن المقترح الأخير فيمكن اقتصار دراسة ما في ممارستها التنظيرية أثناء البحث في مدونة لغوية قد تسبق فترة الدراسة نفسها بفترة من الزمن، حيث تقتصر هذه الدراسة على البحث في تلك المدونة، نعني به النصوص التراثية، محاولة منها تحميله ما لا يحتمل في الدرس اللساني الحديث. وهذا هو النمط الغالب والمشهور في عملية الإسقاط، وهو ما اصطلح عليه المتوكل بإسقاط وجود، والمتوكل نفسه
يوضح مفهوم الإسقاط إذ يقول: أما الإسقاط بحسب فهمنا له في حقل اللغوية في فهو حقل قراءة في حقل اللغوية فهو قراءة نظرية ما من خلال نظرية أخرى. نعم، بارك الله فيك. إذن النحو نظرية مثلى للتصريف